السلام عليكم ايتما لي سما مرحبا بكم في الحلقه ديال سما صايا غسان ان شاء الله نسكر كانت نقالي سما ست اغرم همبرغر ستنسكر سكون نير اتمنى ان شاء الله كنت عجب ادوكتم لايك بارتاج يعني كان جديد اسكري ابوني يا ديجا راس ستيكم ديما جديد شكرا راكيس نحتاجي 400 غرام وكون يرد ادور يا فو فيا حمدي لو ماسنس هاد حاجه تمقر تخميرت سان طنجاوين مقرين الزبده سان طنجاوين حليب نيدو طنجره مقرن سنيدا تغرط مزك نتيسنت نص كاس الحليب اي حمو ديال الكاس مقرن ومن انت حمو ديال التهليت انا سيت جبت مقرن حتى زلفت نقيس الكاس اللي نص الكاس الحليب اي حمو سنيدا سم دسمين تخمرت تخمرت المعجون الطياب اللي كان البوب بحال بحال المهم على الدجاج تخمرت ورم نزيد ياسمين يا طنجال المقرن ومقرن نزيد ياسمين الحليب اللي كان الاخرى نخلط مزيان طنجال كاعد طربو فوس المهم نخلط هكا تفسي هكا يفسي سكر تخمرت صافي غادي نخلط مزيان اتناسي نقاس نسولو فين نجي نخمر لمده 10 دقائق لي تخمر مكمل العجينه 10 دقائق يخمر غادي تناسي سم دسنين تاغريت نخلط مزيان تربو فوس ليها نخلط مزيان تاليت خلينا نزيد الكاس هو ماء اي حمو نخلط مزيان سمنين تيسنت صافي لي تنخلط مزيان غادا نسمد القرن غير ميكسيميك لقنا تكمام القرن كله يحتى النيم يخصن سوامل زايد من غير ميك حوامل ماشي بزاف من كل كاسان يطيح القرنات كله كوني حضر من العجين وليمون هادي هي قر زيد من غير ميك حوامل اكي حمو العجين صافي غير اللي لقنا تاني من العجين الليمون لا تعجن مزيان ما كاين حتى 10 دقائق صافي حنا عجنا مزيان القرن غادي تناسي نسم ديال سنين سانطانجاوين الزبده الزبده هاديك تدي مول غنعطو تيقار هادو ديك التلاجة غنسكن مزيان حل العجين له صافي حنا نسكن مزيان الزبده حل العجين العجينة ترطب غادي تناج نقاسلو فن نشتا تخمر صافي الحين العجين يخمر مزيان نحيد السلوفان ميكا حقون حق البوطاجي نخوي كفلاس العجين نحيد كيس تريح الكيسيلان المهم عاد تدمي يميك على الوقت نصافي التاني ميمسى شوية مين تتناسي غتنبضو احترام تسكن في الميزان الميزان احترام تدم قرنين غتعبر 110 غرام تان تنين مويان غادي تستعبرهم 75 غرام
إمر ترنتات مسكنين ميني همبرغر هادي السكر 35 غرام يحكو تري ما نوكو دي ميزان غيكوني تابو سوشنا تريم الميزان انكي عبر 110 غرام وقاني فوقيت ستان تخبزين مقرني ديال شوية مزيك فلاسنت غادي تناسي غنسكر مزيان العجين نح وتلقي استقرارين تحاول هادو تسيكو تما كل باش هادو يبقى العجين يا غامي يرطب من فيا قالتلي عندي كنسى سكراري العجين المهم اختاري اي كوري وصافي صافي لو خلاص كوري مزيان العجين غاتنك حطاو صافي غادي تحطها هو غادي تسي حاجه ديك التقليت وتحسي مين كنتي سنت هاد الشتيتا يحسك صود اي كيسي لي هو دوز زفر واخا انت كان تخدم التقليت غادي تخدم لي كاح الحليب احد القهوه تنتا تحيد الزفر ولكن صراحه تي سنت انت اي تفلكي انت التقليت دونك ناس نيجاتيف سنت غادي نسك شوفان احترام شوف من تخلطمت زنجلان احد غرين ديال الشيا انت غير ميك حب حكي انتو تسيبون يخوض تريم شوفانات هادقي مري زنجلان واحدوت يخوض تريم زنجلان تجي متغير غيكان تجي متغير تجليت حكي انتو كو تجي موالو لا تجليت لا شوفان يدي احترام نخدنا تعجن مغروم احترام دين تقيس إلا إيراني زدان بلاس تحيد طنجرة مقرن وقرن تبدل بسي طنجرة مقرن إلا نزدان مغرومة دن همبرغر صراحة يفولكي يفوزنق أصلا أي حاجة تكون تحت قمي أي تفولكي تدي تغرومة نخدنا إن شاء الله تسكر التنيم ان شاء الله يسي فولكي قيس غير اقرن يرن وقيس الفصل الحرش غانا في الفولكي هكا ثانيه ترام تكون قيس نتي خبزات المقرنين يعني غادي تمزكني دي ترام سي قد مقرن دي 300 غرام وكان دوني كنت اقود نتخبزين صافي اللي حتنت كله كمل غادي تنتج هاد غليت حاسنت سولو فان حكي هاد غليت الخاط نسنت دوك لي غليت تخبزاي افران شي حتى يحمو غادي تكشم حتى خبزاي دوت عشو حفر الحفلة دي زدار اكي حمر تخبزين هاتي نقولنا حن همبرغر وانت اتمنى ان شاء الله حات نجربوت صراحة لو خات نجربوت لا تاني بزيف والكي دوتم لايك تبارتاج ديال كان جديد اسكري ابوني ديال الجرس هاتلكم ديما جديد شكرا بصحة وراحة.